مصرية في هذا الوقت. ومثلي مثل الآخرين المتابعين للحال العربي أو الحال في الدول العربية، الحقيقة الملك اتخذ خطا وتبنى سياسة وأطلق مبادرات أزالت عددا من أسباب الخطورة في وقت سادت الفوضى في ذات اليمين وذات الشمال في العالم العربي. فتحية له ولدمغرب. أما الموضوع لذلك، أن نكون أو لا نكون، الحقيقة لا يستطيع أحد أن يختلف مع هذا التساؤل، هذا السؤال، أن نكون أو لا نكون، لأن كلنا سألناه. لما هي صح أن نستمر في توجيه هذا السؤال عاماً بعد عام وندوة بعد ندوة، أن نكون أو لا نكون ونتحدث، أن نكون أو لا نكون ونتحدث؟ أعتقد أنه آن الأوان لأن نجيب. هذه الندوة طرحت هذا السؤال، في رأيي يجب أن تطرح الجواب، ولا صح أن احنا ننتهي من هذه الاجتماعات وهذه الندوة ونقول ان احنا ناقشنا ان نكون او لا نكون. يجب ان نجيب على سؤال ان نكون او لا نكون ونعد لبلوره هذه الاجابه. طبعا من السهل ومن الواجب وليس من التبسيط ان نقول او نتفق انه لا، ما فيش حاجه اسمها ان لا نكون، يجب ان نكون وسوف نكون، انما النقاش هو على كيفيه ان نكون وكيف نكون. هنكون زي ما كنا، اللي أدت إلى هذا التدهور والانهيار والمخاطر الضخمة اللي تعرضت إليها مجتمعاتنا، أم أن الأمر يتطلب طرحا جديدا؟ إذن الإجابة اللي تصدر عن هذه الندوة هذا المؤتمر هو أن المفكرين اللي كانوا موجودين طرح عليهم هذا السؤال ورفضوا فرضية ألا نكون، وتحدثوا بكل قوة أن الفرص قائمة لأن يستعيد العرب هذا الدور، دوره المفقود واللي فقدوه، إذا كان هناك أسباب خارجية أو مؤامراتية أو إلى آخره، إنما الخطأ خطأ أساسي داخل المجتمعات العربية ودوائر الحكم العربي دون شك أن الخطأ داخلي، الخطأ ولد في أحضان فكر انحرف اضطرب في العالم العربي، وفي رأيي المتواضع وإنما الصريح أن سوء إدارة الحكم في عدد من الدول العربية كان السبب في الخلل الذي حدث، ثم في التراجع، فالثورة، فالفوضى، فمحاولة إعادة البناء. هذا يتطلب أسباب، يتطلب عناصر. إذا قررنا أن نكون وأنه ما يمكنش إلا أن نكون، طب نعمله إزاي؟ فبقترح أن احنا أعرض عليكم بعض النقاط، مش تفصيلية وإنما أساسية وشاملة. أولا، ضروري من الضروري أن احنا نتفق سويا على أن هذه المرحلة هي مرحلة تغيير وإصلاح، ولا بد من التغيير. أن نحن نقبل أن المجتمعات العربية تحتاج إلى تغيير جذري، وأن هذا التغيير الجذري يأتي عن طريق الإصلاح، والإصلاح يجب أن يتعرض لمختلف ملفات المجتمع من تعليم ومن صحة ومن خدمات ومن بيئة ومن إلى آخره ومن ثقافة. التغيير والإصلاح، ضرورة التغيير وضرورة الإصلاح، هذا عنصر أول إذا أردنا أن نكون. إنما أن نكون على نفس المستويات اللي عشنا فيها في القرن الماضي، القرن العشرين، بكل أخطائه وكل إهماله، فهذا أمر لا يصح أن نقبل. إذن هي مرحلة التغيير
وهي مرحلة الإصلاح، وهذا شرط أساسي أن نتبنى التغيير والإصلاح. يأتي النقطة التالية. أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يعي المجتمع العربي وفي مقدمته مثقفون أننا نعيش القرن الحادي والعشرين، ليس العشرين ولا اللي قبل ولا احنا هنعيش اللي بعد، إنما نحن نعيش القرن الحادي والعشرين. هذا قرن له متطلباته، هذا قرن فيه تكنولوجيا صاعدة، فيه كلام كثير عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعولمة وترابط الناس والشعوب والتقدم الاقتصادي وكل هذه الأمور. هي القرن الحادي والعشرين بفكره، بفلسفته، بما يقدمه. ضروري أنه هؤلاء المثقفون يتحدثون بوضوح أن احنا سنقود مجتمعاتنا عبر القرن الحادي والعشرين، وليس عبر القرن العشرين ولا بشروط القرن العشرين. انتهى هذا القرن، خلاص. الأحلام بتاعت زمان بنظريات معينة كله انتهى. وضروري ان احنا نشوف كيف سنعيش، سنتطور، سنعمل طبقا للقواعد المعمول بها في القرن الحادي والعشرين. مثال بسيط هنا، موضوع العولمة. لما بدأ الحديث عن العولمة في بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان في من يقول العولمة هذه خيانة، والعولمة خطورة، والعولمة كذا وكذا وكذا. هذه العولمة عبارة عن تطور ماشي مدعوم طبعا من اقتصاديات كبرى ومن إلى آخره، ولكن أصبحت هي طبيعة الأمور. فما ضيعش وقتنا بنتكلم العولمة، ويجب أن نكون جزء منها، مساهم فيها ومشارك فيها، من ضمن الإصلاح، من ضمن التغيير هو أن نكون جزء من المسيرة العالمية. لا يجب أن تكون هذه المسيرة على حسابنا، وإنما نستطيع أن نكون جزء منها. هل ده ممكن؟ طبعاً ممكن. أمال الهند عملت إزاي؟ البرازيل عملت إزاي؟ سيب من روسيا وسيب الصين، خلينا نتكلم عن البرازيل والهند. البرازيل والهند فهموا قواعد اللعبة وتبنوا قواعد اللعبة وتميزوا في قواعد اللعبة، ودخل يطرقون الأبواب كلها. نحن دولة مهمة لا تتخذ قراراً لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا في البيئة ولا في غيرها إلا لما تشاورون، وأصبحوا يشاورون. ده اللي إحنا يجب أن نعمل على التوصل إليه. إذا الجزء الأول هو التغيير والإصلاح، الثاني الوعي بالزمن اللي إحنا عايشين فيه وارتباطاته وتداعياته ومتطلباته، والثالثة فلسفة الحكم. ما كانش عندنا فلسفة الحكم، في قوة في أفراد معينة بتفرض تصرفات وليس فكرة، تصرفات معينة. إحنا ضروري هذه الطبقة المثقفة تتحدث عن فلسفة الحكم. وأنا يعجبني جدا فلسفة الحكم مثلا في الولايات المتحدة، لما الدستور بتاعهم يتكلم عن أساسية إسعاد المواطن، The Pursuit of Happiness. وأنا نسيت أسأل أخي محمد عن الترجمة الفرنسية عشان أقولها مش عارفها، إنما Pursuit of Happiness في الدستور الأمريكاني، هذا التزام على الحكم. إحنا أوكي كويسة، لبنان هو ده اللي كنت عايز أعرف الهابينس. هذا الكلام اشمعنى إحنا، هو إحنا لابد متابعة سوء الحظ وسوء. إحنا أيضا من حقنا أن يكون المواطن مخدم، تقدم له الخدمة المطلوبة المقبولة هنا. وإحنا نتكلم لابد أن نضع خطا تحت هذا الموضوع، لأنه هناك البرسوت أو هابنس أو حسن إدارة الأمور يتطلب عقدا بين الحكم والمحكوم. فالمحكوم على الالتزامات، أن يحسن العمل،
أن يقوم بواجبه، أن يحترم القانون إلى آخره، وعلى الحكم أن يقدم الخدمة ويدير الاقتصاد وإلى آخره. إذن هذه الكوكبة المثقفة يجب أن تناقش هذه الأمور دي، تقول شروطه إيه؟ إزاي نصل دي؟ نصل إلى هذا، إلى النقطة اللي تخلينا نصل نقطة مقبولة معقولة في العقد الاجتماعي بين الحكم في القرن الحادي والعشرين وفي إطار التغيير والإصلاح في التعامل مع الناس. هذه النقطة الرابعة، الديمقراطية. سمعنا الصبح عن الديمقراطية مع وضد نظام قرن إلى آخر، إنما هذا نظام عالمي حقيقي وبيؤخذ به بصور متعددة. الصين، روسيا أيضا يطبقوا هذه الديمقراطية بطريقة مختلفة عما كانت في القرن العشرين، بطريقة مختلفة عما كانت وقت أن كان هناك الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية بالمعنى القديم، في تحرك ديمقراطي في هاتين الدولتين الكبريين. الهند فيها تحول ديمقراطي مهم، وقيل في مصر مثلا، مصر فيها ناس فقراء كتير قوي، يعني 30% ما عرفوش يقروا ويكتبوا، ومن ثم تقول ديمقراطية ازاي؟ أنا رد عليهم أقول الهند فيها هذه النسبة وأكبر، ومع ذلك الديمقراطية هي التي دفعت بالهند إلى ما هي عليه اليوم، لأنه الناس كان لهم رأي، المصالح المختلفة لها رأي، التعبير موجود، الثقافة موجودة، وقيادة المفكرين للمجتمع الهندي كانت قيادة مخلصة محترمة ولم تكن متهرئة ولا فاسدة. الهند تحركت، البرازيل تحركت، واحنا ما نتحركش لانه احنا لم نتفق بعد على ان احنا سنكون، سوف نكون، واننا نفهم الشروط، نفهم المتطلبات، وان احنا سوف نعمل على تطبيقها. ولا يمكن احنا نعمل على تطبيقها دون قيادة المثقفين الوعيين المحترمين اللي عارفين ان من واجبهم انقاذ مجتمعاتهم وبلادهم، وليس مجرد انه مسألة مهرجانات واحتفالات وخلافه، مسألة أعمق كبير جدا في هذا الصدد. آجي لموضوع أيضا مهم، وفي دراستي في هذا الموضوع أنا فصلت شوية، وإنما سأرجع الأولويات. من أنواع سوء إدارة الحكم ألا تكون من الأولويات أو اضطراب الأولويات. اضطراب الأولويات فين الأولوية بالضبط؟ هل هي في التعليم ولا في الصحة ولا في إيه؟ ومن يقرر ذلك؟ أستطيع أن أقول بكل اطمئنان أن المجتمع العربي اللي انتم بتمثلوه، احنا كلنا بنمثله، أجمع على أن الكارثة هي في التعليم. أجمع على ذلك، ويجب إذن أن يتحرك العالم العربي، اللوبي العربي، إلى أنه يصر على إعادة النظر في عملية التعليم في العالم العربي، في المدارس العربية، والاستفادة. يعني إذا كان هنا تجربة طيبة في المغرب تستفيد منها دول عربية أخرى، والعكس بالعكس، لأنه ثبت. وهذه رسالة إلى هؤلاء، اللي حد قال أنا لست عربيا والتاني قال برضو في نفس هذا الطريق، هناك وعشان لا نختلف ونكون نتكلم كلام بناء، هناك عالم عربي الاسم العالم العربي يتسع للأمة العربية للعرب، الأقحاح، كما يجب أن يضم الأكراد، وكما يجب أن يضم الأمازيغ، ويجب أن يضم التركمان، ويجب أن يضم المسلمين والمسيحيين، هذا عالم عربي، عالم كبير جدا،
واصل تقريبا الى حدود 400 مليون نسمة. عالم عربي كبير جدا بتضطرم فيه الامور، وفيه عملية تجديد. هذا العالم العربي هو العالم الذي نستند اليه ونريده ان يكون عالما قائما على اسس سليمه ويتطور تطورا سليما. يعني كلام اللي امبارح عن وضع المسيحيين اللي بيتوا 6 أنعام، اي انه وضع المسيحيين هذا ما يصح ابدا، والتفرقه والهجره والهروب او الابتعاد دي مسائل خطيره تنخر في عظام المجتمع العربي او المجتمعات العربيه، وضروري ان نكون واعين لها. ونحن نتحدث عن الاولويات، من ضمن هذه الاولويات ان ننقذ مجتمعاتنا اللي يجب ان تظل متنوعه، وليس من حق احد ابدا لا ان يكفر ولا ان يطرد ولا ان يستبعد ولا ان يفرض جنسيه. كل هذا الكلام كلام لا علاقه له ولا يجب ان يكون له علاقه. ونحن نعيد تشكيل انفسنا استعدادا لهذا التغيير الكبير اللي هيحصل في منتخب الشرق الاوسط. فاضل حاجه بسيطه يعني عشان ما اخدش وقت كبير. اتكلمنا عن الهويه الصبح، والتراث والدين والطائفيه. قلنا الهويه لا يصح انها تشغلنا، الهويه هويه متداخله. الرئيس السيسي في كلمة الافتتاح يوم التنصيب قال إن مصر دولة عربية ودولة إفريقية ودولة متوسطة. شوف الهويات الثلاثة. طبعاً تحدث عن مصر دولة إسلامية، إنما في الهويات تحدث هكذا: عربية إفريقية متوسطة. ما فيش مشكلة أن تكون عربياً وأن تكون إفريقياً وأن تكون متوسطياً أو تنتمي إلى ثقافة البحر المتوسط، وهذا صحيح، هذا دقيق. التراث، طبعاً التراث مهم. إحنا منطقة خرجت منها الأديان السماوية الثلاثة، ولذلك لدينا تشكيلاً وجدانياً مختلفاً. أقول لدينا تشكيلاً وجداني مختلف بسبب مش بس انها ظهرت والانبياء ظهروا، انما الانبياء راحوا وهم من اول ابراهيم الى محمد واثروا في هذه البيئه وانتقلوا بها الى افاق العالم. فاحنا عندنا شعور الوجدان يعني مزروع فينا وولدنا جيل بعد جيل بعد جيل نفهم هذا. هذه الأديان جاءت للتنوير، ولا يصح أبدا أنه ينتهي عملية التنوير بعملية إظلام. فيجب أن احنا نعتبر أن هذا الظرف، أن احنا المنطقة التي ظهرت فيها الأديان تحتم علينا أن احنا نسير في مجال التنوير من خطوة إلى 2 إلى 3 إلى الأبد، وأن نقف في وجه كل محاولات الإظلام وإعادة نقل الوراء. أما عن الدين وفصل الدين عن الدولة، فكان النقاش اليوم ممتعاً بالرأي والرأي المخالف. والرأي المخالف كان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، ولكن هذا الرأي المخالف الحقيقة لما نتمعن فيه أنا سمعته ثم تمعنت فيه في الفترة ما بين الجلستين. هل كان مصطفى عثمان إسماعيل فعلاً معارضاً ويرى أن الدين والدولة أو الدين والسياسة شيء واحد؟ لا، هو ما شيء. هو قال إنه الدين بمبادئه السمحة لا يجب أن يستبعد، وإنه الدين ليس هو مجرد العنعنة فلان عن فلان عن فلان عن فلان. إذا فلان قال من 20 قرن أو من 15 قرن أو من 10 قرون، إذا هذا هو ما يجب أن نسير عليه، ليس هذا الحكم به المصطلح. نعم، بيقول الدين في أركانه الأساسية يجب أن يحترم، وجزء من النظام العام للدولة.
مش الدولة، من النظام العام في الدولة. وده اللي الدستور المصري الجديد أخذه في الاعتبار، فوضع الدين في مكانه بالضبط. هو هو المبادئ العامة للشريعة الإسلامية تشكل المصدر الأساسي للتشريع. المبادئ العامة: السماحة، الإنصاف، العدالة، عدم التفرقة، هذه المبادئ العامة. ثم عالج الدستور موضوع الحقوق المتعلقة بالدين أي الأحوال الشخصية، فأقر في مادتين متتاليتين أن الأحوال الشخصية للمسلمين تحكمها الشريعة الإسلامية، والأحوال الشخصية للمسيحيين تحكمها الشرائع المسيحية، والأحوال الشخصية لليهود تحكمها الشرائع اليهودية. مادتين متتاليتين واضحتين، فول ستوب، انتهى. دخلنا في الحقوق والحريات وأصل السلطات والحكم المحلي وهكذا. ونعتقد انك انت دكتور مصطفى لا تعترض على ذلك، بل توافق على ذلك، وهو ما كنت تعنيه. انتقل بقى الان الى جزء اود ان اختم به هذه المداخلة المختصرة. المنطقة ومستقبلها والوضع الإقليمي. أنا كنت بتكلم لحد دلوقتي عن التعديل والإصلاح والتغيير في المجتمعات العربية، في داخل الدول العربية وبمعايير مختلفة، وبقول أنه إنكار أن هناك عالم عربي أو أمة عربية كالجزء المكون الرئيسي لهذا العالم العربي، كان فيه إنكار لهذا الكلام. ومين قال الكلام ده؟ العرب بيتخانقوا طول الوقت وشتائم طول الوقت. أنا بقول لكم عن خبرة، عن حياة واحد أمضى كثير منها في داخل العملية السياسية العربية، أن الخلافات كانت خلافات حب. بدليل أنه لما واحد شاب غير معروف اسمه محمد أبو عزيزي انتحر في قرية لا يعرفها التوانسة نفسه، اللي هي قرية سيدي بوزيد، قامت الدنيا في كل شوارع العالم العربي، قامت الدنيا في مصر، وقامت الدنيا في 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 شمال افريقيا المغرب العربي، وقامت الدنيا في المشرق العربي. ليه؟ لان هناك ايدنتيفيكيشن، هناك شعور بانه اللي حصل هناك ده ليس بعيدا عن اللي يحصل عني، وانه انا اجي اقف مع التوانسه دول في الشوارع في تونس، وزيهم بعدهم بنص ساعه 30 دقيقه لا اكثر في الشوارع في مصر، ثم في دمشق، ثم في عمان، ثم في بيروت، ثم في كل مكان. ده يشير الى ان الروابط العربيه بين الشعوب روابط قويه للغايه، وقد تعدت برايي العلاقات الرسميه اللي كانت موجودة حتى سنة 2010-2011. أما وقد قلت ذلك، لابد أني أتحدث ولو قليلا باختصار عن الوضع الإقليمي. الوضع الإقليمي الآن مرشح لإطلاق نظام إقليمي جديد. نظام إقليمي جديد يأخذ في اعتباره الانهيارات اللي حصلت، التغييرات اللي جرت، وإن هنا مرة تانية موضوع ساكس بيكو اللي أشير إليه أمس وأول أمس مضى عليه 100 عام بالضبط، وبالتالي لا يصلح بعد كل اللي حصل. مين اللي حيرسم هذا النظام الجديد؟ العالم العربي، لأنه هو الأغلبية، هو الذي يشكل البلك الرئيسي
للمكونات السكانية لهذه المنطقة الواسعة من المحيط الأطلنطي جغرافيا بتكلم إلى الخليج، ومن المحيط الهندي إلى البحر المتوسط. هذا موضوع مهم جدا، النظام الإقليمي الجديد. ويجب أن نفكر في الأدوار الثلاثة للدول غير العربية الموجودة في هذه المنطقة، إيران، تركيا، إسرائيل. أما عن إيران فهي دولة شرق أوسطية لا شك، ودولة مسلمة لا شك، ودولة ذات باع طويل ووجود تاريخي كبير، هذا لا شك فيه. وإنها دخلت في اتفاق نووي نجحت، وأنا شخصيا هنيت وزير الخارجية الإيرانية على هذا التوفيق الآن. أما المهم هو ما بعد ذلك. أستطيع أن أقول الأخ عبد الله مجاهد الإيراني موجود، إنه إيران لا تستطيع أن تتزعم منطقة الشرق الأوسط مهما حدث، لا هي ولا تركيا وطبعا إسرائيل، ما يمكنش. العالم العربي لن يتزعمه إلا مكون عربي. إيران لا يمكن ولا يصح أن تسعى إلى السيطرة على العالم العربي، لأن النهاية فشل. ما يمكنش أن نتحاور أيضا، أن نتعاون أيضا، أن نتضامن أيضا، أن أما أن تسيطروا علينا فهذه مسألة مستحيلة. هذا ينطوي عليه إيران وكذلك تركيا. إحنا مستقبلنا في أن نساهم سويا في تحقيق استقرار المنطقة، وليس في إثارة المنطقة استخدام، دي مش التهم اللي بتكلم في تحليل، استخدام الشيعية والسنية، هذا استخدام خاطئ تماما. هذا أمر لا يجب أن نقبل به، لا فارق أبدا بين الشيعة والسنية، الكل ينتمي إلى نفس الدين. إنما الحمية والعداوة والدم اللي بيزرع ما بين هذين الفرعين الرئيسيين للفكر الإسلامي، هذا أمر غير مقبول. وفي رأيي إذا كنا بنتكلم عن الاحتلال الإسرائيلي مثلا، فممكن يقعد 10 سنين، 20، 30، 50، 100 سنة، إنما سوف ينتهي هذا الاحتلال أجنبي. إنما أن نترك أنفسنا لصراع شيعي سني، هذا يمكن يقعد معنا قرون وقرون، ويعطل ويعوق وينهي من آمالنا في غد الأفضل. موضوع الشيعة والسنة يجب أن يأخذ دوره في فكرنا وفي إصرارنا. إصراركم أنتم عندكم قوة الفكر، لا بد تقولوا كده. إحنا لا نقبل موضوع الشيعة والسنة. الشيعة ليسوا أعداء السنة، والسنة ليسوا أعداء الشيعة، إنما هناك من يعمل لتحقيق هذه العداوة وتعميقها، وبالتالي الإضرار، منع الاستقرار عن هذه المنطقة. وبكل صراحة أيضا أوجه كلام لأخي الله، ما كانش صح أن يقال مثل هذا التصريح النبيل أنه نحن نسيطر على 4 عواصم عربية. هذه إهانة كبرى، ولا يصح أن يقال أن نحن نعيد بناء الدولة الفارسية وعاصمتها بغداد، ولا يصح أن يوجه تهديد إلى البحرين. ده بداية أو إرهاصات سلبية، في حين أن الصحيح هو أن يكون البناء موجه نحو التعاون وليس الصدام، واستخدام الأموال التي سوف تأتي لخير المنطقة وخير شعوبها، بدلا من أن تستخدم في سياسات سلبية ستؤدي بالضرورة إلى صدام. وقد رأيت لما ضاق الحال وظهر أن هناك عناصر تريد أن تفرض موقفها العرب، كان هناك عاصفة الحزم، هذا رد فعل واضح وأيدت شعبيا عربيا بعيد كبير. ليه؟ لأنه في الباك جراوند كان الكلام الذي قيل، تعرفوا لو التصريحات دي كلها ما كانتش تم، وبالتالي السياسات اللي هي بتعبر عنها ما كانتش جرت، لم يكن هناك حاجة لكلها بالصدق. فأنا بأدعو إلى أن تأخذوا بأيديكم، أنتم مثقفين، مش بس مثقفين الثقافة في ذاتها، مثقفين لأن لكم دور، وهذا الدور يمكن أن نبدأ بندوة زي دي. وبت بت بت
بتعلن موقف هؤلاء المثقفين أن نحن مع التغيير، هناك تغيير وسيكون ويجب أن يكون هناك تغيير، لا عودة إلى الوراء والإصلاح، ونحط فيه تفاصيله ونتكلم عن الزمن وأهميته، أهمية الدور يعني، وفلسفة الحكم والحقوق والواجبات، ونتكلم عن رفضنا للنزاع الشيعة بالسنة، ورفضنا للتراجع العالم العربي، ونتكلم عن التعليم، ونتكلم عن كل ده، ونتكلم أيضا عن أن مستقبل المنطقة مرتبط بأبنائها وبتحقيق السلام والاستقرار، وليس بالهيمنة ولا بالاستكبار. شكرا.